استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة والغزاة في منطقة كوفل الغربي، ما كان يسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب. وأوضح مراسلنا أن قوات الجيش واللجان تصدت لهجومين فاشلين لمرتزقة العدوان باتجاه باب كوفل بمأرب في محاولة من استعادتها، وذلك بعد إحكام الجيش واللجان السيطرة عليها مؤخرا. كما أفشل الجيش واللجان هجوما آخر للمرتزقة باتجاه منطقة الحاني في محاولة لفك الحصار الذي أحكم الجيش السيطرة عليه في مواقع أسفل وادي صلب. وفي الجوف لقي العشرات من مرتزقة العدوان مصرعهم بكمين محكم نفذته قوات الجيش واللجان الشعبية في منطقة خب الشاف. أكد ناطق رسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف لقمان تحكم الجيش واللجان الشعبية في